كان الخلاص لهؤلاء من مصير الشارع المجهول بعدما تعرضوا لحوادث أصابتهم، فكانت روفيا تلك الفتاة العشرينية أمنتهم بعد خوف بإنشاء ملجأ لحيوانات الشارع يضم العديد من أصحاب الإصابات والأمراض، ويتم جمعهم عن طريق الإبلاغ عن حالات كلاب الشوارع التي تعرضت لمكروه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لا، ما بنمشيش نلم الكلاب البلدي بشكل عشوائي، هو معظمهم هنا بلدي، بس في كلاب كتير جدا بريد اللي هو انواع زي الجيرمان شيبرد والجولدن ريتريفر وكده، دول بيبقوا معظمهم حد رماهم في الشارع، كلب عي فصاحبه مش عايز يصرف عليه فبيرميه، ومعظمهم طبعا بلدي، حادثه بقى في الشارع، كلاب بتعاني من الجرب، عمى، شلل وهكذا. طبعا الحيوانات دي ما بيعرفوش يخدموا نفسهم في الشارع، فمحتاجين ملجأ علشان الناس هي اللي تقدر تساعدهم. استقبال كلاب الشارع من خلال هذا الملجأ يبدأ بإجراءات المعالجة من الإصابات، ويستدعي الأمر إلى إجراءات بعض العمليات من خلال الأطباء البيطريين، فضلا عن تدريبهم على تغيير سلوكهم. الكلاب اللي بتيجي كلها كلاب حوادث، تمام، بيتقلق الاول وبيتعمل له بعد كده تاهيل سلوك اللي هو يبدا يتعامل مع البني ادم، ويبدا بعد كده ياخد على الكلاب تدريجي. دي اول حاجه بتحصل مع اي كلب بيجي من بره. في نوعين من الحالات، يا اما في ناس بتنقذ حاله توديها عياده بعد كده تيجي عندي، يا اما في حالات بتيجي من الشارع بشكل مباشر. فطبعا اول حاجه لازم اعمل استقبال الحاله دي، بحطها في مكان معزول لوحدها لمده 24 ساعه، بكشف عليها وبشوف الاعراض اللي عندها، بالاضافه الى اذا في سلوك عنيف ممكن افصلها عن باقي الكلاب لحد ما ارجع اعمل لها اعاده تعديل سلوك، وببدا بعد كده اديها العلاج واشوف الدنيا معاها ماشيه ازاي، بعد كده ممكن نخرجها بعد تعديل السلوك. هذا التجمع الكبير من المتطوعين وبعض الشركات الخاصة لبيع الأغذية يتم تنظيمه على فترات متقطعة للمساعدة على استمرار إيواء الحيوانات عن طريق تقديم المساعدات العينية. عملت أفلام للتوعية دي، عملت برنامج اسمه دكتور دوج لدعم يعني الكلاب البلدي، بتساهم في التأهيل المساعد لذوي الاحتياجات الخاصة، ان احنا ممكن نخصص الكلاب البلدي ان هي تساعد الاطفال التوحد او الشلل الدماغي على العلاج بوجود الحيوانات الاليفه في حياتهم. ده برنامج دخلت بيه في اليو ان، حضرت بيه مؤتمر مع نستطيع في اليو ان، واخد واحد من احسن 10 مبادرات مجتمعيه على مستوى العالم العربي. وتشترك بعض المجموعات المحبه للحيوانات لدعم تلك الملاجئ بتنظيم زيارات للمتطوعين للمساعده في تقديم الدعم للحيوانات. جايين النهارده عشان خاطر نساعد الشلتر هنا، دي مبادره مننا بنعملها، احنا بقالنا سنتين ونص شاركنا في كذا مبادره في حاجات زي دي، بنقدر ان احنا نساعد شويه لان الناس اللي بتبقى فاتحه الشلتر هم الى حد ما بياكلوا الكلاب وبيحاولوا ان هم يرعاهم من خلالنا احنا، من خلال التبرعات اللي بتجي لهم، من خلال مبادرات منهم هم. فاحنا الحمد لله جايين النهارده جايبين معانا فريش فود للكلاب ديت يكفوهم لمده يومين كمبادره مننا، وبرده بنبعت لهم حاجات ديسكاونتد عشان خاطر نقدر ان احنا نحقق لهم الغذاء الصحي اللي يقدروا يعيشوا بيه. ملاجئ الحيوانات انتشرت في الفتره الاخيره في مصر لاستيعاب ما تتعرض له الحيوانات، في خطوه تحث الجميع على استيعاب هؤلاء. إذا كان الشارع لا يرحم من لا يستطيع التعبير عن ألمه وأوجاعه، فكانت ملاجئ الحيوانات هي السكن لكلاب الشوارع وغيرها في محاولة لحمايتهم من المصير المجهول وإيقاظ الإنسانية في التعامل معهم. لبرنامج مراسل النيل، رمضان المطعني.